لنعرف أكثر عن الإنجاز اللبناني الجديد اللي صار بلبنان بكل هذه الظروف الصعبة واللي حاز على جائزة عالمية. معي عبر زوم موسى سويدان، أستاذ جامعي وخبير في تكنولوجيا التعليم، يلي نال الميدالية الذهبية بمعرض اسطنبول للاختراعات. صباح الخير أستاذ موسى. صباح الخير وصباح للمشاهدين وصباح التربية وصباح العلوم والاختراعات. أول شيء أنا بدي أقول لك مبروك، ونحن عن جد كثير فخورين إنه بهيدي المرحلة بلبنان بعد في عنا أسماء عم بتسجل اختراعات، بعدنا في عنا أسماء عم بتشكل علامة فارقة بالمرحلة المقبلة، بالوقت اللي نحن يعني كل مقاوماتنا الأساسية عم تهتز، في ناس بعدها عم تشتغل للبنان وصورة لبنان الأفضل. بدي إياك هيك بالبداية أول شيء تعطيني فكرة عن هذا الاختراع، شو طبيعته؟ كنت عم بقرا شوي إنه هو يتناول يمكن الأطفال وبيتناول القطاع التعليمي، شو هي تحديدا هذا الاختراع؟ هي الفكره بلشت انه نحن نبلش نعمل مناهج تعليميه خاصه نعم. بتعليم الروبوت بالمدارس، وانطلقنا لوصلنا لمرحله واحتجنا انه يكون في عندنا كمان تعليم روبوت لطلاب رياض الاطفال نعم. اللي هن من عمر 3 سنين تقريبا لعمر 7 سنين. والفكره اللي احنا بلشنا فيها هي نقدر نحول هيدا المنهج خاصه بوضع كورونا، لانه بلشنا فيه وعم نجهز وعم نجرب مع المدارس وإجت كورونا، فاضطرينا نعمل البرنامج كله فيرتشوال، يعني حولت الواقع اللي بده يشتغل فيه التلميذ من روبو مادي موجود بين ايديه لا فيرتشوال، من خلال الكتاب ومن خلال الشاشه تاعت المعلمه ومن خلال برنامج بينزل على الكمبيوتر عند الطالب او عبر التابلت وبيقدر يشتغل عليه. نعم. الهدف منه هو هدف تربوي بحت، الهدف كمان هو انه انا انشاء جيل جديد بهذا العالم بعالم التكنولوجي، ويكونوا هول الاولاد هن نواة لبلدنا لبعد كم سنه بس يتخرجوا ويقدروا هن يصيروا صنعوا صناعات تربويه وصناعات فكريه تقدر تخدم هيدا البلد. اليوم هذا البرنامج او هذه الفكره قديش بتضيف للولد، يعني قديش بتخلي تغير بالطريقه او بتهون عليه؟ لانه اليوم يعني نحن صرنا سنتين على الاقل بلبنان الاولاد عم يتعاطوا مع الدروس او مع التربيه بمنطق كثير هيك نظري، اليوم ما في شيء كثير واقعي لهم، اليوم الولد بيسمع قراءه بس ما بيقرا، بيشوف صوره بس ما بيقدر يطبقها، صارت الرياضه نظريه على يعني عبر الاونلاين، الرسم نظري، كله صار هيك، قديش بهيدي الطريقه اليوم عبر البازل عبر الالوان عبر تجسيد كل هذه الاشياء لتصير اكثر هيك نحسها كانها ملموسه، قديش بتهون عليه للولد؟ وهل هيدي الفكره معقول تقدر انت توصل فيها مش بس تطبق بلبنان كمان بدول عربيه وبدول العالم؟ صراحه انا الفكره اجتني لانه انا عندي اولادي بالبيت نعم. وكانوا مبلشين برياض الاطفال يعني روضات، وانا تواجهت انه في اونلاين لولد روضات هيدا بده يتعلم يكمش القلم والامبدد تابعه والكل. صراحة بشغل اللي عم اشتغله او اللي اشتغلناه نحن كفريق وانا ممثل هذا الفريق، انه نحن رحنا للولد كيف بده يشتغل الوان، يعني اللي عم تشوفوه هلا على الصورة هو جزء من الكتاب تبعنا، الولد حيطبق بس في بين ايديه اشياء لو كان بالمدرسة او كان بالبيت. وفكرة الاونلاين انا مش بس بدي اطلع اشرح له مثل ما انا على التلفي عم بحكي والولد عم يسمعني، لا كمان في ابلكيشن عم ينزلها عنده، يمكن تكون ابلكيشن كمبيوتر، يمكن تكون ابلكيشن بين ايديه غراض، يعني هول البطاقات اللي بينوا على الشاشه هن بطاقات بياخذهم من المدرسه بيشتغل علينا الولد. هاي فكرتنا المتكامله، حولنا الواقع لفيرتشوال بس بنفس الوقت انا ما طلعته من حياته لهيدا التلميذ. انا عم فوت ولد عمره 3 سنين يصير يعرف يبرمج من خلال البازل، من خلال الالعاب الفكريه اللي عم نشوفها، من خلال الماتشنج، من خلال موز وتفاحه، من خلال اصوات. حوصل انا لولد اخر عام دراسي باول ليفل عندي بالسنه الاولى هو مبرمج صغير ولكن هو عم يلعب. اذا بتلاحظي على الماب حاطين له اماكن سياحيه بالعالم عم يزورها من خلال الروبوت عم ينتقل من نقطه من بلد لبلد، عم ينتقل بناء على التعليمات اللي عم تعطيها المعلمه عبر الشاشه او واقعا بالصف. الهدف كان بهذا البروجرام وتجربته انه انا خليت هيدا الولد يعيش معي كاني انا بالمدرسه من خلال هيدا بطريقه فكريه بمراجعات استشاريين نفسيين ومعلمات رياض اطفال، وصلنا بهذه التجربه كانت ناجحه وهيدا اللي سمح لنا نحن نشارك باهم معرض للاختراعات هلا بنحكي كمان عنه.
طب هل هذا البرنامج او هذه الفكره سهل التعامل معها للاولاد؟ يعني انا بعرف انه اليوم الاولاد صاروا كثير اذكى منا وبيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا بطريقه كثير افضل منا، ولكن الاقسام والشغل تفوتوا يشتغل فيها، هل هي سهله ومتاحه لكل الاولاد؟ بدك تسمحي لي، في مجموعه مدارس هن صاروا اصدقاء، مدراء المدارس واصحابها صاروا اصدقاء لنا، يعني نعم. عايشين نحن وياهم في تجربه عند الطلاب من بعد فترات معينه عم نجرب بالمدارس. نحن من اول حصه تعليميه، مش انا بعلمها، انا بدرب المعلمات، وهيدي المفارقه انه انا بدرب معلمات الصف، يعني ما ضروري تكون مهندسه هي المعلمه لتعلم، يعني هي ام بالنهايه مندربها، وفتنا على الصف جربنا، والفيديوهات اللي مرقوا اثبتوا قد ايه حب وشغف الاولاد لتعلموا شيء جديد خارج الصندوق اللي نحن بنقول لهم انجليزي وعربي، وانا مش ضدهم وعلوم، بس هون الروبوتكس جمعهم كلهم بمطرح واحد. الاولاد ظهروا من اول حصه فرحانين، في ستيكرز معلقين على صدرهم اسم الروبوت من سيو، وفيني اقول لك كمان اثناء الشغل كمان مع الاولاد عم نكتشف اطفال عن جد مبدعين. يعني انا بكون عم حلها بطريقه لوصل الروبوت من نقطه لنقطه، وعبر البازل بده يمرق عبر مناطق، هو بيستعمل اقل بطاقات برمجه، عم بتفاجئ انا انه انا مفكر بستي هو يمكن يعملها بخمس قطع. طيب استاذ يعني موسى، سؤال، هاي النقطه اللي عم تواجهني. نعم سؤالين هيك سريعين. اليوم اول شيء هذا البرنامج هل هو متاح لكل الاولاد بلبنان؟ يعني انا اليوم فيني اروح اشتري هذا البرنامج نزله عندي بالبيت ويصير اولادي يشتغلوا عليه لطورهم، خليني اقول. والجزء الثاني بدي احكي شوي عن هذه الفكره، من بعد ما اخذت هذه الجائزه بتركيا، هل مفكرين انكم تشاركوا بمهرجانات اخرى، تشاركوا بجوائز اخرى؟ لوين بدكم تروحوا بهذه الجائزة، وكيف وصلتوا لتركيا ولأنكم تنافسوا بين مئات المشاريع والأفكار بهذا المجال؟ في حبلش بالسؤال الثاني برجع نعم. للأول، نحن مشاركتنا من سنتين أنا نزلت على تركيا تفرجت على المعرض وشاركت بجزء، وفي معي فريق من طلاب مدارس كمان ربحوا، وفي كمان وافد لبناني كان موجود وكمان ربحوا أخذوا الجوائز. المفارقة السنة انه نحن لما قدمنا على المشروع انا ما كان بدي اقدم مشروع، فاليوم في جمعية لبنانية المبتكرين اللي هي لمدام نور لطوف اصرت علي انه موسى انت عامل شيء حلو وعم تفرجينا اياه وعم تروح على المدارس تعرضه وتبعث لنا فيديوهات، ليه ما بتشارك؟ قلت لها انا لا شارك بهالاوضاع اللي نحن هلا فيها، غطت لي كل شيء المشاركة، في شخص بتركيا عمل طباعة البوسترز اللي بعثنا لهم كل شيء وانعرضوا بالمعرض. اليوم علم لبنان انحط على باب المعرض، الشهاده اللي اخذناها من مكتب براءات الاختراعات التركيه، مش بس انه ضمن مهرجان التكنوفست اللي هو يعد الاول تكنولوجيا بالشرق الاوسط، يعني الملكيه صارت لكم خلص بشكل كثير رسمي. الملكيه لنا، وبنفس الوقت هن صار عندهم اهتمام بهذا المشروع. يعني انا من بعد ما طلعت النتائج واتصلوا فينا عبر زوم، سالوني مجموعه اسئله، لانه هن بالنسبه لهم نحن رايحين لصناعات تكنولوجيه واشياء يمكن عسكريه كمان عندهم بالمعرض، احنا عم ناخذ مطار مثل ما هو محولينه لمعرض. نعم. اليوم انت عم تعملنا شيء اسمه صناعه تربويه، وهيدي النقطه اللي وقفوا عنا وجابوا اختصاصيين حكيوا معي، ومن بعد ما خلصنا المشروع والجائزه انا تفاجات فيها، ما كنت متوقع انا اخذ ذهبيه بشغل انا مشتغله قدام في 122 دوله موجودين في اختراعات نقلوها بالطيارات لحتى فوتوها على المعرض للعالم تشوفها. نعم. مشروع بسيط عبر بوستر ربح جائزة ذهبية بفئته أكيد، بس أنا ربطت الصناعة بالعلوم وربطتها أكثر شيء بالتربية بقلب المعرض. صراحة من بعد ما خلص هن تواصلوا معنا وهلأ عم يجربوا يشوفوا كيف نحن فينا نطور بعد بهذا المشروع، وهيدي كانت سؤالهم لإلي. رح أرجع كمان أكثر للسؤال اللي قبله، البرنامج صار متاح لأنه أنا طبعت الكتاب، يعني من خلال يومين ثلاثة في أشخاص سمعوا من عبر الفيسبوك، وفي اشخاص رفقاتنا قدروا مولوا لي لقدرت صنعت طبعت اول كتاب، مشكورين طبعاني بكواليتي عاليه، اذا بتشوفي الكتاب بتفكري انه معمول باوروبا، وهيدا صناعه لبنانيه وانا بفتخر انه كل شيء صناعه لبنانيه. نعم. البرنامج صار ردي جاهز، نحن بعد عندنا مشكله صغيره وهي مشكله مش تقنيه، المشكله هي بمحل ما بحاجه لتمويل، انه انا بدي اروح يصير على اندرويد وعلى ابل، يعني الابلكيشن مين ما كان بيقدر ينزلها ويتعلم من خلالها، واذا احتاج للكتاب في ياخذ الكتاب ساعتها من عنا او من الجهه المعنيه. بس الفكره انا عندي هدف، والهدف هو انه هيدا المنهاج ينحط بالمدارس الدوله اللبنانيه. نعم. مش مدارس خاصه فقط لا غير، لانه المدرسه الخاصه بتسعى دائما للكمال،
المدرسة الرسمية هي تتبنى هيدا المشروع. المدرسة الرسمية كل طالب فيها يحصل على 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 فرصة يتعلم، مش أنا بعمل نادي بسيط على جنب واللي بحب يجي بيشارك، لا، بدي كل طالب لبناني يتعلم يبرمج، يتعلم روبوتكس، يتعلم يروح للإبداع، يروح للصناعة التفكيرية، وهي نفطنا هلا فعليا بلبنان، ونقدر نحن نطلع جيل عن جد هو بالمستقبل قادر يقودنا بهذا المجال وبهذا العالم. نعم. مرق معنا قبل من الابلكيشن التليفون عم تحكم بالغسالة وبالبيت وبهالتفاصيل. صدقا نحن عندنا تلاميذنا الثانوي، انا لانه بتابعهم كمان، عم يعملوا هيدي الاشياء، بس ما حدا عم يدور عليهم، هاي الصناعات تنعمل برا. نعم. ونحن عم نشتريها، مع انه نحن بلبنان قادرين ننتجها. نعم، استاذ موسى، اول شيء انا بدي كل الدعم لمشروعك، على امل انه يصير على كل البلاتفورمز، يكون كمان حق للطالب اللبناني وخاصه طالب المدرسه الرسميه اللي هو يعني الاكثر واحد مظلوم بكل هيدي المنظومه التربويه. شكرا كثير، وان شاء الله بتوصل بهيدي الجائزه لافضل محلات.